اللي صار هاج فجأة البحر فقنا تاني يوم لأن كل يضو على الشط. شو اللي صار ما بعرف من وين إجا أبصر. يعني جاي من العدو الإسرائيلي تلوث نفطي، فحمل التيار معه هيدي البقعة النفطية مع العاصفة والأمواج دفشتها على الشواطئ وترقدت على شواطينا، تلوث كل الشاطئ ببقع نفطية. هي سامة إذا بتجي بتماس مباشر مع الكائنات الحية. بضلنا كصيادين بتلينا الشباك، خاصة بس نطلع تنتل الشباك والعد اللي قلنا، وبالبحر كمان في بقع سودا فيه. لأنه البيئة هي متصلة ببعضها، نحن ما فينا نقول بدنا نعالج شواطئ المحمية بدون ما نعالج شواطئ المخيم. طبعا نتيجة المسؤولية، يعني أمامنا مسؤولية بيئية وعلى أساس تحركنا. خطة العمل هي نفسها الخطة اللي عم تقوم فيها المحمية صور الطبيعية. نحن رح نغطي منطقة الشط الرشادية يعني بحدود كيلو ونص متر تقريبا.